لانطلاقة هذا الشوط. فتحت البوابات على بركة الله، اندفاع موفقة لجياد ولمهارة السنتين متنافسة على مسافة 1400 متر وجائزة 15000 ريال. الجياد المبتدئ يبدأ الانطلاقة سريعا في هذه الصورة من المسار الداخلي مكتسح للمركز الأول، فيما المتابعة مع المشهر في المركز الثاني مع ريكاردو فيريرا، وأيضا هناك تابع هلال بالمركز الرابع من المسار الخارجي، فيما صخر في المركز الرابع من المسار الداخلي في هذه الاندفاع الموفقة لهذه الأسماء مكتسح. ما شاء الله تبارك الله، ابن مكلين موزك متقدما للمركز الأول وبقوة في ظل المتابعة القادمة من صخر صاحب المركز الثاني، وأيضا من المسار الخارجي هلال يتقدم في هذه الأثناء في منافسة مثيرة ثلاثية ما بين هذه الأسماء. صخر للمركز الأول، هلال يبرز من المسار الخارجي للمركز الأول، هلال إذن للمركز الأول وبقوة من المسار الخارجي في ظل المتابعة والمنافسة القوية ما بين صخر من الداخل وهلال من الخارج. هلال الذي يبزغ ما شاء الله تبارك الله وبقوة من المسار الخارجي للمركز الأول، هلال بشعاري عبد الله عبد العزيز الموسى. هلال إذن هلال هو البطل، يصل أولا إلى خط النهاية من مشاركته الأولى بدقيقة و28 ثانية و79 جزءا من الثانية. ألف مبروك للسماوي، هذا الانتصار المميز مع هلال الذي يظهر ما شاء الله تبارك الله بقوة ويقدم نفسه بشكل جميل.